الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رسول الله صلى الله عليه واله في مقام الاحتجاج مع الدهريين يذكر بعض البراهين اولا استدلال الدهريين كان على اننا لم نرى حدوثا للعالم وللاشياء فهي قديمه رسول الله صلى الله عليه واله افهمهم لأنكم لم تروا أيضا قدم العالم ولم تروا نهاية العالم أنها لا تزال ولا تزول فكيف حكمتم بالقدم أنكم لم تروا الحدوث ولم تروا القدم فكيف أخذتم أحد الشقين مع التساوي بينهما فهذا دليلكم باطل إذن عدم مشاهدتكم لشيء لا يدل على عدم وجوده فهؤلاء من الإنكار لحدوث العالم تنزلوا رتبة وترددوا في حدوث العالم بالاستدلال الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك رسول الله يذكر برهانين لعدم قدم الاشياء وعدم قدم العالم. نحن نذكر البرهان الاول لرسول الله صلى الله عليه واله وهو ما دام حكمتم بحدوث الليل والنهار، يعني يقولون نحن نرى الليل والنهار متعاقبان احدهما يتلو الاخر. فما دام هما متعاقبان اذا هما محدثان زين ما هو محدث يحتاج الى محدث وخالق وهل المقدار يكفي هذا كان البرهان الاول لرسول الله صلى الله عليه واله المحدث يحتاج الى صانع اي شيء جديد يحتاج الى من يصنعه من يوجد هذا الشيء الجديد زين يمكن يجون يقولون يعني استشكل الدهريون على انه النهار والليل النهار والليل امران انتزاعيان اعتباريان مو الهم حقيقه الحقيقه انما هي حركه الافلاك والليل والنهار انما هما ينتزع ينتزعان من حركه الافلاك زين ناخذ الكلام الى منشا الانتزاع ومنشأ الاعتبار حركة الأفلاك الحركة يعني شنو؟ يعني الانتقال من القوة إلى الوجود بالتدريج. معنى الحركة الانتقال من القوة إلى الوجود ولكن بالتدريج. زين هذا الوجود لم يكن وجودا بل كان قوة فحدث عليه الوجود هو هذا الحدوث يكفيه إذا ما يقدرون يفرون من الحدوث بان الليل والنهار انما هما امران منتزعان من حركه الافلاك لان الليل والنهار كانما مظاهر حركه الافلاك زين شنو معنى الحركه؟ يعني التدرج من القوه الى الفعل هو هذا من القوه الى الفعل هو هذا امر حادث فاذا اما الليل والنهار حادثان او منشا انتزاعهما حادث اللي هو حركه الافلاك هذا هو البرهان الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله قالوا بأنه لا بداية للأشياء لأننا لم نرى البداية ولكن الآن نشوف النهار والليل ينتهيان فهنا يستدل رسول الله بدليل آخر القديم يعني ما لا علة له يعني ما وجوده لازم الحادث يعني وجوده مو لازم اما القديم يعني وجوده لازم بعباره يعني اخرى واجب الوجود اللي كان قديم يعني من القديم هو موجود من قبل القبل فاللي وجوده لازم لا يتاتى العدم اليه شوفوا الصغرى والكبرى يقول يستحيل كون الشيء بلا بداية ما لم يكن ضروري الوجود يعني واجب الوجود الشيء اللي لا بداية له هو ضروري الوجود وإذا كان ضروري الوجود استحال العدم عليه الشيء اللي هو وجود لازم ما إلى معنى أن يكون له نهاية فيستحيل العدم عليه فإذا ما لا بداية له لا نهاية له وانتم تقولون لا بدايه للعالم ولكن الان احنا نشوف نهايه لبعض امور العالم مثل النهار والليل فاذا هذا العالم اللي لا بدايه له يجب ان تكون جميع ما يرتبط به لا بدايه لا نهايه له ايضا ما يصير شيء يكون مركب نقول جزء منه لا بدايه له و لا نهاية له الجزء الاخر لا بداية له وله نهاية هذا ما له معنى التركيب لان المركب من ضروري الوجود وغير ضروري الوجود هذا مو معقول اصلا هذا مو مركب بل ضروري الوجود اوجد غير ضروري الوجود فلا يتركب معه اذا هذا استدلالهم استدلال باطل بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه واله يذهب الى البرهان الثاني في البرهان الثاني طبعا العلامه المجلسي رضوان الله عليه في البحار بين مقاطع من هذه الروايه هكذا يبين العلامه في البحار. البرهان الثاني اللي يستدل به رسول الله يقول هناك احد احتمالين كلاهما واردان يعني في هذا البرهان. اما ان نقول الليل والنهار يعني الزمان غير متناه من الازل ووصل الينا يعني انتهى الينا. زين هذا شنو معناه؟ يعني هناك حادث يتقدمهما ما دام الى نهايه اذا يجب ان يكون له بدايه بالبيان الذي بينته الان. فاذا يجب ان يكون له صانع ورسول الله صلى الله عليه واله يشير الى هذا الصانع ويقول فقد كان ولا شيء منهما يعني فقد كان الله ولا شيء منهما. اذا إذا لا بداية له وله منتهى إذا لا بداية له ولا منتهى له يمكن تهجي يجون يدعون لا بداية للأشياء ولا منتهى للأشياء الدهريون فهنا رسول الله يقول بأحد بيانين يبين العلامة المجلسي نقول المحدث الحادث ليش هو حادث يعني الشيء الحادث لماذا هو حادث؟ لأن هم ما يقولون كل شيء قديم، يقولون الدهر قديم. الزمان قديم. حركة الأفلاك قديمة. الليل والنهار قديمان. هذا اللي يذكره. عن أكو هناك أمور حادثة تبدأ وتنتهي. فسؤال ما الفرق بين القديم والحادث؟ الحادث ليش صار حادث؟ لأنه يحتاج إلى أجزائه. لأنه يعني احتاج الحادث محتاج الى اجزاء يعني صفات الحادث خلينا نشوف ذات الحادث يعني شنو يحتاج الى اجزائه في صفاته وفي حالاته المختلفه يجب ان يكون الحادث مباينا للقديم القديم غير الحادث اذا يجب ان يكون غير الحادث في الصفات وفي الحالات ولكن نحن نرى ان صفات الحادث كلها متجلية كلها متجلية في القديمة أيضا إذا ما صار فرق يعني إحنا نشوف القديمة اللي تسمون الدهر أو الليل والنهار فيها ما صفات الحادث من حالات من صفات من احتياج إلى أجزاء من بدء وانتهاء ظاهري كما هم يصرحون ببدء وانتهاء ظاهري الليل والنهار إذا هذا شنو صار؟ بس التسمية غيرتوه القديم سميته حادث أو الحادث سميته قديم يجب أن تتمايز الصفات وحالات القديمة عن الحادث ودهركم اللي تقولون قديم هو له صفات الحادث وحالات الحادث هذا التغير اللي يرى الإنسان التغير من سمات الحادث القديم يبقى على حاله ما يتغير فإذا استدلالكم استدلال غيرته هذا بهذا البرهان يعني بعباره اخرى لماذا حكمتم بالقدم اما لان لا تحتاجون الى صانع قلت الدهر قديم حتى لا يكون هناك صانع للدهر أو. العقل هنا يحكم بان القديم يجب ان يختلف عن الحادث في حالاته وصفاته وهذا قديمكم ما يختلف عن الحوادث الموجوده لا في الصفات ولا في الحالات زين أو هكذا نقول، لماذا وجب احتياج الحادث إلى صانع؟ البناء يبني بعد، هو صانع هذا الأمر الحادث، لماذا أوجبنا احتياج الحادث إلى الصانع؟ لأن الحادث يحتاج إلى صانع لتركبه، لدخول الصفات المتضادة على الحادث، ليل نهار، صفات متضادة أنه الحادث معرض الانحلال والزوال الحادث معرض للانحلال والزوال والانتهاء زين هذه كلها موجودة في الداهر في الأشياء في الليل والنهار في حركة الأفلاك كل هذه الحالات أيضا موجودة فلا فرق بين الحادث والقديم إن لم يكن هناك فرق فهذا قديمكم يحتاج إلى صانع هذا ما صار قديم هو حادث خلي تشوفون براهين رسول الله صلى الله عليه واله مع الدهريين. رسول الله يقول: اولستم تشاهدون الليل والنهار؟ تشوفون الليل والنهار واحدهما بعد الاخر؟ قالوا نعم. قال اترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ يعني هذا الدوران بين الليل والنهار من الأزل إلى الأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أفيجوز عندكم هنا نريد يبطل التناوب بين الليل والنهار يعني إن كان قديما وجب كما ذكرنا في بحث أمس إن كان قديما وجب أن يكون إن كان قديمين وجب أن يكون في عرض واحد مع ان هناك تناوب بينهم بين الليل والنهار يجتمعان لا يجتمعان. أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا لا لا يجوز. فقال فإذا منقطع أحدهما عن الآخر غير متصلان، منفصلان. فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده، يعني بعد انتهاء الزمان الأول، النهار ينتهي ندخل في الليل، الليل ينتهي ندخل في النهار. قالوا هو كذلك او كذلك هو، نعم هذا كلام صحيح، منفصلان لا يجتمعان. فقال ما دام منفصلان اذا هذا مو قديم، ليسا بقديمين. فقال قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم تشاهدوهما. انتم تشوفون هذا الليل والنهار اللي دتعيشوه. ولكن قلتم بأنه دائما الليل والنهار متعاقبان فحكمتم هم شنو كان استدلالهم افحمهم رسول رسول الله بهذا الجواب، كان استدلالهم اننا لا نحكم الا بما نرى، مع انهم حكموا ان الليل والنهار من السابق متعاقبان. فقال قد حكمتم بعد ان جرهم رسول الله صلى الله عليه واله الى الاعتراف بتعاقب الليل والنهار، وهذا امر وجداني يعني ما يقدرون ينكروه. قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار، لم تشاهدوهما يعني حكمتم بما لم تشاهدوه فلا تنكروا لله قدرته. لا تنكروا لله قدرته. العلامه المجلسي رحمه الله هنا يقول لا تنكروا لله قدرته، يعني لا تنكروا ان الاشياء خلقها قادر وهو الله عز وجل. أو لا تنكروا على أن الله جعل هذه الأشياء من العدم وخلقها من العدم فهي إذا أمور محدثة لها صانع هسه هذا الصانع أي شيء اللي نريد نسميه هو القديم نحن نسميه الله عز وجل قال لهم هنا هنا يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله أقلتم إن العالم قديم غير محدث قديم وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه تعرفون القديم شنو معنى الحادث شنو معنى قلتم بانه قديم غير محدث تعرفون الفرق بين القديم والحادث قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه واله فهذا الذي تشاهدونه من الاشياء بعضها الى بعض خلينا نجي الى صفات المحدث شنو صفات المحدث الافتقار والاحتياج يعني كل محدث يحتاج الى اجزائه هذا محتاج خب القديم ما لازم يحتاج الى جزء المحدث تعرضه حالات وصفات مختلفه القديم ما لازم تعرضه هذه الحالات والصفات المختلفه مع ان قديمكم اللي هو الدهر والاشياء والزمان تعرضه الحالات المختلفه قال رسول الله صلى الله عليه واله فهذا الذي تشاهدونه من الاشياء بعضها الى بعض يفتقر يحتاج التركيب يحتاج الى اجزاء المركب ينتفي بانتفاء اجزائه لانه لا قوام للبعض الا بما يتصل به واضح قلنا المركب من عشره اجزاء اذا ركن اذا جزء انتفى بعد هذا مو مركب من عشرة أجزاء المركب انتهى واحد صلى بدون وضوء الوضوء شرط هذا مو صلاه العلاج السكنجبين مصنوع من العسل والخل أنتم اخذوا العسل منه مثلا خلاص هذا بعد مو سكنجبين هذا المركب ينتفي واضح لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل به يعني يتصل هذا البعض بالبعض الاخر كما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعضين يمكن يكون سقف بدون جدران لا او جدران من ثلاث جهات او من جهه واحده وبعدين سقف ما يمكن طبعا مو انه بطريقه هندسيه يسوون لا السقف اللي يجب ان يكون على اربعه اعمده على عمود واحد ما يستقيم السياره بدون تاير واحد ما تمشي كما نرى البناء محتاجا بعض أجزائه إلى بعض وإلا لم يتسق ما كان متناسق مترابط ولم يستحكم وكذلك سائر ما نرى من المحدثات هذه كلها محتاجة وقال رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه حتى يقوى حتى يتم يعني هذا المركب لا يتم إلا بأجزائه أن تترابط هذه الأجزاء فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم من هذا النهار والليل حركة الأفلاك هذا الدهر اللي إحنا نشوفه يحتاج إلى أجزاء مختلفة وهذه الحركة من القوة إلى الفعل هناك حالات نافية تعرض الزمان زين فاخبروني ان لو كان محدثا كيف كان يكون؟ هذا قديمكم لو فرضاً فرضنا محدث شلون كان يكون؟ نفس الحاله اذا ما صار قديم هذا المحدث انتم سميتوه قديم فاخبروني ان لو كان محدثا كيف كان يكون؟ وماذا كانت تكون صفته؟ قال فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث يعني رجعوا إلى أنفسهم شوفوا صحيح دهرهم ونهارهم وليلهم مع باقي المحدثات اللي يجدونها في العالم حالاتها صفاتها احتياجها إلى أجزائها واحد وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها يعني يصفون المحدث بتلك الصفة إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم فوجموا السكوت وإطراق الرأس من شدة الخجل أو من شدة الخوف هذا معناه فوجموا بحاله من مثلا العصبيه والغباء وقالوا سننظر في امرنا احتاروا الى الان لم يروا هكذا استدلال في افحامهم سننظر في امرنا نفكر نشوف هل هناك مخرج مما ذكرته من براهين يا رسول الله ام لا طبعا لا يجدون المخرج فيؤمنون على يدي رسول الله صلى الله عليه واله طيب هذا نهايه البحث مع دهريين اما الثانويون اللي ذكرنا سابقا انهم يعتقدون بوجود مبداين مبدا للخير ومبدا للشر شنو دليلهم يقولون ما معقول من مبدا واحد من اله واحد يعني يعتقدون بوجود الهين اله واحد يفعل الخير ويفعل الشر بل هناك اله يفعل الخير واله يفعل الشر ويسمون اله الخير بالنور واله الشر بالظلمه فاذا النور والظلمه مبدان اوجدا العالم زين رسول الله ياتي اليهم يقول شنو دليلكم؟ قال اشوف دليلكم أتكم دليل ام قول تحكم اعتباط يقولون لا عندنا دليل هو هذا دليل هو. يعني وجود المبدئين لاننا نرى ان الصفات المتنافيه لا تصدر من مبدأٍ واحد، شنو الجواب؟ جواب بسيط، زين اللون الأبيض واللون الأسود متنافيان، اللون الأبيض يجب أن يصدر يصدر من مبدأ، والأسود من مبدأ، زين أضيفوا عندنا ألوان أخرى، الأصفر أيضاً، الأصفر يتنافى مع الأسود، فيجب أن يصدر من مبدأ، الأحمر من مبدأ الرابع. فتعالوا بمقدار الالوان جيبوا مبادئ وآلهة وبمقدار كل الصفات المتنافيه الشجاعه ضد الخوف وضد التهور كل الاضداد انتم لازم تصنعونه خصوصا الاضداد اللي لهما ثالث ورابع وخامس فلكل ضد اله وليش ما تقولون باكثر من اله باكثر من الهين ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الثنوية الذين قالوا النور والظلمة هما المدبران المبدآن الإلهان فقال وأنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا شنو الدليل قالوا لأن وجدنا العاء لما صنفين العالم على صنفين خيرا وشرا، ووجدنا الخير ضدا للشر، فانكرنا ان يكون فاعل واحد يفعل الشيء وضده، ما يصير، بل لكل واحد منهما فاعل، بعدين فالمثال محسوس، دائما من الامور المهمه لتقريب المعنى الى انظار وإلى أفهام السامعين أن تذكر غير الملموس والمحسوس بمثال محسوس تقرب الفكرة فهم مقربوا الفكرة هل يمكن أن يجتمع الثلج والنار؟ لا ما يمكن الثلج يذوب ينتهي أو النار تنطفئ لا يجتمعان في محل واحد جم. هذا لإقناع العوام جيد ألا ترى أن الثلج محال أن يسخن كما أن النار محال أن تبرد يمكن أم لا أو ألا ترى أن الثلج محال أن يسخن كما أن النار محال أن تبرد فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونورا فقال لهم رسول الله أفلستم طبعا أفلستم ها ولكن هو هذا افلستم افلستم يعني خلاص بضاعتكم مزجات فقال لهم رسول الله افلستم قد وجدتم سوادا وبياضا وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة وكل واحدة ضد لسائرها لاستحالة اجتماع المثلين منهما في محل واحد اجتماع المثلين محال في محل واحد كما كان الحر والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما في محل واحد قالوا نعم قال فهل لا أثبتتم بعدد كل لون صانعا قديما ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل ضد الآخر فسكتوا هذا الإفحام الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله تجاه الثانوية وهناك دليل وحجة أخرى لإفحامهم وإسكاتهم إن شاء الله لا يوم غير. هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين